أجرى دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اتصالا هاتفيا مع الطبيب الذي تعرض لواقعة اعتداء أثناء أداء عمله مساء أمس في قسم الاستقبال بمستشفى سوهاج التعليمي. اطمأن الدكتور خالد عبد الغفار على الحالة الصحية للطبيب المصاب، وشدد على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية له حتى يتماثل للشفاء، إلى جانب تقديم كل الدعم لضمان محاسبة المعتدين، وأن الوزارة تتابع القضية مع النيابة العامة لضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية، مع التأكيد على حماية جميع مقدمي الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى والمنشآت الطبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. كان طبيب مستشفى سوهاج الجامعي قد أصيب بطعنة نافذة أسفل الظهر بسبب اعتداء أحد أهالي أحد المصابين يتلقى الخدمة الطبية في قسم الاستقبال عليه أثناء تأدية عمله.